ضمن سياستي الاستهداف والتحريض المستمرة على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، أقدم مستوطنون على وضع ملصقات تحريضية على مقر الوكالة في حي الشيخ جراح شمال مدينة القدس المحتلة. واضح أن اليوم هناك حرب تدار على الوكالة تحت يافطات وذرائع مختلفة من أجل أن لا يكون هناك وجود لهذه الوكالة، وهذا يعني أن قضية اللاجئين وقضية شعبنا وجوهر هذه القضية حق العودة هم يريدون إسقاطه بأي شكل من الأشكال، وبالتالي هذا التحريض يأخذ منحة من بن غفير بأن يكون الاقتحامات للأقصى في العشر الأواخر من شهر رمضان، التهديد للعاملين في وكالة الغوث والسعي إلى إغلاق وكالة الغوث. وأظهرت مقاطع فيديو قيام المستوطنين بوضع ملصقات على المدخل الرئيسي للمقر تدعو لإغلاق الأونروا وتهدد العاملين بها من خلال وضع أكياس سوداء على شكل جثث أمام المقر. هذا ليس فقط هي عملية تحريض على إغلاق المقر، بل هي استهداف مباشر لحياة العاملين في الوكالة بالتهديد وبالتصفية وبالتالي بعمليات القتل. عندما يتم وضع أكياس سوداء يعني أنهم في هذه المرحلة إذا لم يغادر العاملين في هذا المقر مقرهم سيعملون في المراحل اللاحقة على الاعتداء عليهم والمس بهم جسديا. وقد تصاعدت مؤخراً حدة تحريض حكومة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على وكالة الأونروا، وكان أبرزها المطالبة بإغلاق وإيقاف عمل مقراتها في القدس المحتلة. حرب الاحتلال على غزة والضفة تضاف لها حرب أخرى على اللاجئين الفلسطينيين باستهداف الوكالة التي تقدم الخدمات لهم. لانا كاملة، القدس.